دوري أحب أهدي هذا التكريم لبنتي غزل، لزوجي محمد ترك، وكل محبين دنيا بطمة. بهذه الكلمات عبرت دنيا بطمة عن سعادتها بالتكريم كأفضل فنانة مغربية شابة لعام 2019. بعد السماء والأرض ما تفرقونا، يا مر على عيوني وأقول خذها هدية. وجمهورها كان حريص على معرفة مدى صحة الشائعات اللي تعرضت لها، وهو استدعائها بسبب حساب وهمي على السوشيال ميديا. ما فيش حاجة من الكلام ده أنه تم استدعائي وحساب وهمي، لأن كل الناس تعرف أنه دنيا بطمة عايز توجه رسالة، توجهها على عرب وود ولا في الانستجرام بتاعها. لا مستحيل أني أضيع وقتي في ناس فلانة وفلان وغيرهم، لا ما عنديش وقت، وخصوصا أني جبت كتكوتة فالمسؤولية كبرت ووقتي مستحيل أني أضيع في هالأمور. وهل دنيا تنتظر مولودها الثاني؟ ياريت. لا لسه صراحة لحد دلوقتي ما فيش حاجة، بس أول ما يكون حاجة إن شاء الله أول ناس رح تعرف هي الجمهور إن شاء الله. وما شكل العلاقة بينها وبين حالة ترك حاليا؟ حلوة العلاقة الحمد لله، الأحوال مستقرة، وبالعكس أشوف الحياة جميلة. تدريش بسوي صوبهم لمني مريت، بضحك وأخليهم يشوفونا سوي. بخلاف كل هذه الأمور فلا شك أن دنيا مركزة في خطواتها الفنية هذه الفترة. راح يكون إن شاء الله سينجل بعنوان ندمانة، راي هالمرة المغرب العربي، الجزائر، المغرب إن شاء الله، وتمنى أنه تنزل الأغنية اللي راح تصور في المغرب. الكليب في أول شهر 10 إن شاء الله راح ينزل. وهل من الممكن أن تقدم عمل سينمائي قريبا؟ إذا الناس تشوف أنه أنا راح أكون متقنة للتمثيل في المغرب أو في غيره ليش لا، فجمهوره يقرر، لكن جمهوري أحس أنه يحب يشوفني في كل شيء.